تخيل معي لو أن يوم واحد، يوم واحد فقط تم التقصير أو حتى التأخير في عملية إزالة المهملات من أمام منازلنا والمناطق من حولنا، يا ترى كيف كان بيكون الشكل العام وكيف كان بيكون الحال؟ هذه حقيقة، ملايين الحيوانات في البحار وفي الأبرار تموت سنوياً بسبب التهامها لقمامة لم يتم وضعها في المكان الصحيح، ظناً منها بأنه غذاء يؤكل. لك يد في إعادة التدوير في الريسايكلينج؟ تساهم في إعادة التدوير؟ والله في هالأمور أنا ما عرفت بين الصراحة، ما أروح أجاوب عليك شيء أنا ما أعرفه. في البيت ما أقول لك في وايد يعني، ها شوية سيارات اللي تشيل وتصنف طبعاً الكريمة الزبايل اللي تحطها، أعتقد هم اللي يقومون في هذا الشيء، بس حالياً في البيت لا. في البيت كان بعد نسوي، بس الحين ما وايد يعني أشجع الأطفال عندي. بصراحة بالنسبة لي أنا بعمل ريسايكلينج للكنز. بالنسبة للإزاز، في مكان في فين بالضبط قريب من البرجمان، عبارة عن مكان كده سيلف سيرفيس، بتروح هناك بتحط فيه، تبدأ تعمل ديستريبيوشن للإزاز والكرتون وأي والملابس. هنا النظام المتطور لنقل وجمع الحاويات والنفايات في مدينة دبي، مثل ما تشوفوا ياكم هي حاويات مغلقة بشكل محكم بحيث أن ما تنبعث منها أي روائح كريهة الضايق اللي ساكنين في هذه المنطقة أو حتى اللي يمرون من هذا الشارع، وفي نفس الوقت ما تسمح بدخول أي حيوانات أو حتى تجمع الحشرات عليها. ذكية بحيث أن لها عربات خاصة تقوم برفعها وإفراغها. هذه العربات الذكية فيها شاشات متطورة وحساسات خاصة لمعرفة القياسات الدقيقة لكل حاوية. 1449 حاوية من هذا الشكل في 7 مناطق مختلفة في مدينة دبي، أكثر من 500 خاصة بإعادة التدوير. عشر نوع من أنواع المواد التي يمكن إعادة تدويرها يتم تجميعها في هذه المراكز الموجودة في 13 منطقة من مناطق دبي، مثل ما نشوف هي مراكز ذكية تعمل بالألواح الشمسية وكاميرات حساسة ودقيقة. يمكن نحن كأفراد نساهم في حماية البيئة من خلال تجميع النفايات في المكان الصحيح في هذه المراكز، واللي يسمونها أيضا واحات الاستدامة الذكية. تقدر تساهم في اختصار كل هذه العملية وهذه الجهود؟ تقدر تساهم في اختصار كل هذه العمليات وكل هذه الجهود وتكون جزء
من نجاحها بمجرد أنك تضع القمامة في مكانها الصحيح. أنت هني ما بتكون فقط ساهمت في إفراز النفايات، ولكن أيضا في جعل بيتك ومدينتك أكثر صحية وأمان، وتسير في طريق الاستدامة. ده مايكل الأفريكان جري أو الامباسادر بتاعنا بتاع الشور النهاردة. عندنا ثلاثة برضو أفريكان جريز بيقدموا نفس التدريب أو البيهيفير، بيقدموا بيهيفير مميز من نوعه اللي هو إعادة تدوير القمامة في سلة المهملات الصائبة. يعني حبيبي أكثر من 42 ألف حاوية من هذا النوع متوزعين في مدينة دبي. الخضرة للنفايات إعادة التدوير، والسوداء هي للنفايات العامة. رسالتنا اليوم قيمتها مجتمعية ومسؤوليتنا فيها فردية، تبدأ من داخل منازلنا. نستطيع أن نضع سلتين للمهملات، واحدة لإعادة التدوير وأخرى للنفايات العامة. من داخل منازلنا نبدأ في فرز هذه المهملات ونعلم أطفالنا على ذلك أيضا، وبذلك بنساهم في أن نحن نحافظ على مدينتنا جميلة صحية ومستدامة.